حزب التحالف الوطني الديمقراطي يعقد لقاء سياسيا بمناسبة انضمام مجموعة جديدة للحزب. رئيس الحزب يعقوب اللمين رحب بالمنتسبين الجدد معتبرا انضمامهم إضافة نوعية لحزب التحالف. وحذر اللمين من دعوات الفتنة والتفرقة بين الموريتانيين وما يمس من وحدة البلد واستقراره. الطبقة السياسية والفرقاء السياسيين ان يعطون خطوط حمراء عن جميع الناس يتعاطى السياسة. أن اللحمة الوطنية والوحدة الوطنية والتآخي بين الشعب الموريتاني أن هذا أي شيء يمس منه يعتبر دعوة الفتنة، والفتنة نائمة لعن الله من إيقظها. متحدثون باسم المجموعة المنضمة إلى حزب التحالف الوطني تحدثوا عن مبرراتهم للانضمام لهذا الحزب، مشددين على ضرورة صون المكتسبات وتعزيز الوحدة الوطنية. أؤكد لكم في هذا اليوم العظيم الذي نعتبره مفصليا في حياتنا السياسية أزمنا على البذل والعطاء إلى جانبكم من أجل تجاوز التحديات وبناء مجتمع يجد فيه كل مواطن نفسه، لا مكان فيه للغبن ولا للتهميش ولا للحقد، مجتمع متصالح مع ذاته. ويسعى حزب التحالف الوطني منذ تأسيسه قبل أشهر إلى أخذ موقعه في الحياة السياسية والحزبية الموريتانية بعد انشقاق مؤسسه عن حزب تكتل القوى الديمقراطية على خلفية الموقف من الحوار السياسي مع النظام. حوار سبق لرئيس الحزب يعقوب اللمين أن أكد مشاركته فيه تعزيزا للعملية الديمقراطية في موريتانيا بحسب تعبيره.